حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي، والذي يهتم بكل ما يهم المرأة السعودية والعربية والخليجية. كالعادة مشاهدينا نبدأ معكم حلقتنا بالعناوين. في سيدتي اليوم، سمية العندس الملقبة بماما سمية غيرت من طباع 100,000 متابع عبر سناب شات. سعودي يفتح بابا للتوفير بعد اعتماده على أطباق الأسر المنتجة في حفل زفافه. الكتاب الزاجل يحلق في معرض الكتاب الدولي بالرياض 1437. الزائر الجديد قد يؤجج الغيرة بين الأطفال، وسيدتي تعطيكم أفضل الحلول. ليان عبد الله سعودية توظف موهبتها في رسم البوتيه عبر لعبة التجميع. المهتمين بالتطوع الإنساني في عالم ذوي الاحتياجات الخاصة نماذج تستحق الإنصاف. مشاهدينا، بعد ما تابعتم معنا العناوين، أحب أذكركم بالتواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا حسابنا على تويتر الظاهر أمامكم على الشاشة. وأيضا مشاهدينا، في حال فاتتكم أي حلقة يمكنكم متابعتها على اليوتيوب هي أو الفقرات. الآن مشاهدينا اسمحوا لي أن أمسي على زميلتي خلود في جدة، ومساء الخير خلود. يسعد لي مساكي يا رانا، وأكيد يسعد مساء مشاهدي الكرام في كل أنحاء المملكة والخليج والوطن العربي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. بعد ما عرفتنا زميلتنا رانا على يعني عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، خليني أبدأ معكم بموضوع يعني غريب شوية. مين كان فينا يعتقد أنه تصميم الطبق قد يؤثر فينا في الأكل أكثر من الطعام؟ خلينا نشوف هذا التقرير ثم نعود. هوس جديد في تناول الطعام يجتاح المطاعم من لندن إلى الولايات المتحدة، فقد أصبح الطعام يقدم في السلطانيات فقط. ويقول جمهور المطاعم أن الطعام المقدم في السلطانيات مذاقه أجمل وأحلى. قد لا يصدق البعض ما يقال حول أثر نوع الإناء في مذاق الطعام، لكن في الواقع توجد علاقة بين المحفزات الحسية والتأثير الذي تلعبه في إدراكنا لنكهات الطعام، وأيضا في الشعور بالشبع بعد تناوله. أثبت أيضا أن للون الطعام وملمسه تأثيرا على المذاق، وكذلك الحال بالنسبة لنوع الإناء والمادة المصنوعة منه. فالإناء أحمر اللون يجعل الحلوى تبدو ذات مذاق أحلى من نظيرتها المقدمة في أوان ليست حمراء، بالرغم من أنها تحتوي على نفس المقدار من السكر. فيما كشفت دراسة أخرى أن تناول الطعام بأدوات مائدة ثقيلة الوزن يزيد من قيمة الوجبة في نظر الناس، لكن نتائج مثل هذه التجارب تختلف تماما في بعض الأحيان. ومن المؤكد إذن أن المطاعم يستخدمون مثل تلك التجارب من خلال استخدام أطباق منوعة في السنوات الأخيرة لتؤثر على شعور الزبائن بشكل واضح. إذا لما نحب نعمل رجيم أو دايت نجيب طبق سادة أو حش طبق في البيت عشان إحنا نعمل رجيم وما تنفتح نفسنا أكثر أكل ونشوفه أكل مو لذيذ. عموما مشاهدي الكرام، إحنا فقراتنا بسيدتي ما زالت مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سمية العندس الملقبة بماما سمية غيرت من طباع 100,000 متابع عبر سناب شات.